كتخليه حتى يحرك كما كتشوفوا كيتقل شي شويه ومن بعد كتجي ديري في وجهك يعني كتجي ديك الحراره كتكون هكا وهكا. قدرتو انا ومرت خويا انتما البنات شوفوا ماسك خطير هذا. اهلا الغزالات ديالي، كيف دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ هانيين؟ كلشي بخير؟ كلشي مزيان؟ اموركم مزيان؟ الحمد لله والشكر لله. البنات طمنوني عليكم في لي كومونتير، اي حاجه زوينه اختي طاحت لك في بالك كتبها لي في لي كومونتير، وما تنسينيش بواحد اللايك. ها ما تنسيش اختك فاطمه زهره بواحد اللايك وكومونتير. واذا كنتوا اول مره كتشاهدوا لا فيديو ديالي تابوناو وفعلوا اول جرس باش فيما انا نحط شي فيديو يوصلكم نتوما للوالا. المهم الزيونات اليوم غادي نبارطاجي معكم واحد مولاي الماسك يا اختي، غادي يهنيك من داك الزغوبات اللي كيكون عندك في وجهك، ما غادي تبقى عندك حتى زغبه في وجهك. عارف داك الزغب الرقيق كيديرونجي، خصوصا الا بغيتي ديري شي فون دو تا ولا شي ليكرو ولا شي حاجه، كيبقى خايب كيزرق لك وجهك. واخا انتي ديري فون دو تا يعني فاتح في اللون، مي غير كتجلسي شويه كتلاحظي ان لابو ديالك ولات زرقاء. علاش؟ لان انتي ما منقياش لابو ديالك من داك الزغب. زائد حاجه واحده اخرى، كيحيد لك القشيرات اللي كيكونوا في الوجه، كيصفي لك البشره، فيه مكونات خطيره هذا الماسك هذا، مكونات اللي زوينه بزاف بزاف، مفيده للبشره ديالك، كيعطيك واحد النضاره واحد الرطوبيه، وكيشد البشره 10 مرات 10 مرات. البنات تخيلوا كيشد لك البشره 10 مرات، والتجاعيد باي باي الحباب، يعني التجاعيد ما كيبقاوش. فهاد الماسك هذا غادي يعجبكم بزاف بزاف. المهم ندوزو نشوفو المكونات ديالو شنو فيها اختي، ونعاودو نرجعو باش نديرو ان شاء الله قدامكم. يلا ما تمشيو فين، ما تزابيوش، وما تنساوش اختكم فاطمة الزهراء بلايك. انا كنوصي ونعاود، ديرو لايك ديرو لايك، غير حفزو الفيديو يطلع. اللايك راه ما عندها حتى علاقه بالفلوس، لايك مجرد تفاعل يعني الا كانت اختك فاطمة الزهراء عزيزه عليك غادي ديري لها لايك غير باش الفيديو شي شويه يطلع وصافي. يلا نشوفو المكونات ونعاودو نرجعو. الغزالات ديالي تبعوا معايا مزيان مزيان المكونات ديال الماسك ديالي ديال اليوم، راه عمرني ما بارطاجيته معكم البنات، راه دائما كنفاجئكم بوصفات اللي ما عمرني حطيتهم في اليوتيوب، وهذه من بين الوصفات اللي ما عمرني نزلتها في القناه ديالي اول مره. وبالنسبه لي هديه مني ليكم صراحه، فيها مكونات اللي غتجيكم زوينه 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 بزاف بزاف، وكتعطيك واحد النتيجه للبشره ديالك. وصفه اللي بالنسبه لي انا ماسك كتحيد لك زعما كاينه داك الزغب اللي كيكون هكاك زايد في الوجه، زغب رقيق، كتحيد لك القشور، كتصفي لك البشره، كتوحد لك اللون، تصبغات، يعني الا عندك شي كلف لا عندك شي بوتور يعني كتنقي لك البشره من داك الشر الرفيع. وهذا الماسك هذا البنات انا بغيتكم ديروه وتوجدوا لابو ديالكم لرمضان، تكون واحد لابو اللي نقيقيه يعني فيها واحد الاشراقه واحد النضاره. المهم بلا ما نكثر عليكم، وقيلا كثرت عليكم. المهم اول حاجه غادي ندير هي جيلاتين، كما كتشوفوا جيلاتين غبره اولا جيلاتين نباتيه، غندير منها معلقه جيلاتين نباتيه ماشي حيوانيه، معلقه ديال الجيلاتين النباتيه كما كتشوفوا معلقه صغيره، ومعلقه صغيره ديال الفول مطحون. الفول مطحون مبيض خطير للبشره البنات، ثقوا فيا، عندك الفول والحمص هادو يعني كيعطيوك واحد النتيجه خطيره. وكذلك هذا الماسك كيزيد في الحجم ديال اللابو، وديجا قلت هذه القضيه هذه قلتها في واحد الماسك حطيته فلاشين شاركته معكم غير مؤخرا، قلت لكم غنبقى نبارطاجي معكم الوصفات اللي كتزيد شويه في الفوليوم ديال الوجه، لان معروف علينا حنايا تنضعافوا. غادي ندير كافي سريع الذوبان، والا بغيتوا تعوضوها بكافي عاديه عوضوها بكافي عاديه، انا حاليا ما كنتوفرش على كافي عاديه، غادي ندير غير نسكافي حتى هي كتجي معايا. وغادي ندير لالا، هانتوما عندي الكركم البلدي غادي ندير منه 4 معالق، الكركم البلدي بحال هكا 4 معالق كيحيد لينا الكلف البنات، خطير الكركم البلدي كيحيد الكلف. هادو هما النواشف ديالي. دابا جا المكون الرئيسي في هاد الوصفه هادي، ومكون اللي ما بصراحه غيجيكم غريب، مي راه كيعطي واحد النضاره واحد الاشراقه واعره. شنو هو؟ هو الحليب، ولكن هذا ماشي حليب عادي،
وانما الحليب ديال البقرات، الحليب ديال البقره يعني باقي طبيعي ناتوريل كما كتشوفوا، ما مخوض ما حتى شي حاجه، طبيعي البنات. كنخلط به الوصفات ديالي ها نتوما، باقي طبيعي ماشي اللي كيتباع هكاك بلا ما نذكر الاسماء وندير الاشهار، ماشي اللي كنشريو هكا يعني من الحانوت، لا هذا طبيعي من البقره. غادي نخلط به الماسك ديالي، وغادي ناخذ الماسك البنات كما كتشوفوا، وغادي نديرو في باماغي، نخليه نخلط مزيان ونديرو في باماغي ونخلي الجيلاتين يذوب، ومن بعد نرجع معاكم باش نطبقوا على وجهي. هانتوما البنات، هانتوما عرفتي شنو البنات، كيحيد التجاعيد، كيحيد الكلف، كيحيد يعني الشوائب اللي في البشره، كيحيد داك الزغب الرقيق اللي كيكون في البشره. خطيه هاد الماسك، ثقوا فيا واعر. مهم انا غادي هانتوما بحال كيعقد شي شويه، مي غادي نطلقوه في باماغي حمام مريم ونرجعوا ان شاء الله. يلا خليكم معايا هانتوما. البنات ديالي انا رجعت معكم بعد ما قديت الماسك، كما كتشوفوا هاد الماسك البنات راه مني كديروه في باماغي كيكون جاري، يعني كيتطلق جيلاتين كيتطلق، ما كديروهش ديك الساعه، ديجا لابو كتكون سخونه، يعني لابو ديال البشره ديالنا وديال الجسم ديالنا راه كتكون فواحد درجه الحراره، فالجيلاتين ان فوا كي يحس بالسخونيه كيذوب، داكشي علاش ان فوا يعني ذوبوه في باماغي، خليوه حتى بحال هكا كما كتشوفوا كيتقال شي شويه، ما كتجي ديريه في وجهك يعني كتجي ديك الحراره كتكون هكا وهكا ما كيذوبش. هانتوما البنات شوفوا ماسك خطير هذا، غادي يعجبكم، ديجا فيه مكونات اللي زوينه، مكونات اللي كتنقي البشره. هاد الماسك هذا انا غادي نقولها قبل ما غادي نديرو الوجه، قبل ما نطبقها على وجهي، حيت كيجيوني تساؤلات البنات من عندكم شحال خصني نخليه شحال هادي شحال هادي. هاد الماسك كيدار فقط جوج ديال المرات في السيمانه، بحال دابا الا درتو اليوم ما غاديش نديرو غدا وما نديروش بعدو، كديريه في اول السيمانه وفي اخر السيمانه، درتيه الحد غادي تجلسي حتى درتيه اثنين تجلسي حتى نهار الحد وتعاودي ديري، فهمتوا؟ هاد النوع ديال الماسكات ما كيداروش يوميا وما كيداروش بزاف ديال المرات، كيدارو جوج ديال المرات في السيمانه، المهم لك كثرتي جوج المرات، بغيتي ديريه غير مره واحده ديريه مره واحده، لانه هو اول حاجه شنو كيدير، كيحيد لك داك الزغب، داك الزغب الرقيق، الرقيق راكم عارفينو، القشره لابو كتولي ليس، الا جيتي ديري في شي فون دو تا صافي انا راه تقلبوا لي النوامر، ملي كديري شي فون دو تا شي مكياج شي حاجه راه كيجيك زوين المكياج، كيجي ليس في الوجه. المهم الزيونات هو يا اختي، شوفوا اللون، شوفوا اللون يا اختي، والكركم معروف عليه كيحيد لينا الكلف. دابا غادي نبداو بسم الله على بركه الله نطبق الماسك على وجهي. بالنسبه للطبقه خصها تكون ما رقيقه ما غليظه، الا درتي ديري جوج ديال الطبقات، بحال دابا ديري الطبقه الاولى وتخليها تنشف وتعاودي الطبقه الثانيه صافي، وكتخليه ينشف ومن بعد كتحيديه بشكل عادي. الزيونات ديالي ما كنقدر الصراحه نحرك فمي لان الماسك نشف كما كتشوفوا انتم، كينشف على الوجه صافي. دابا غادي نحيدو، غادي ما تقدرش نضحك ولا صافي تكون سالي الفم، غادي نحيدو بسم الله على بركه الله. كيحيد ديك الزريبات هانتوما البنات، هذا تنمرت خويا ما تقدرش تهضري بحق، اش كيعجبني هذا الماسك ديال اللي كيكون خلط بالحليب والجيلاتين، ما تيقصحش ما كاينش نهائيا يقصح ليا، كيتحيد بكل سهوله هانتوما البنات. انا ملي كنوصل ليه خصني ضروري نطيب، لان كيكون هذوك الصفات الطاق كيدير
السيونات ديالي. انا رجعت معكم بعد ما غسلت وجهي وحيدت الماسك. كما كتشوفوا كنشف وجهي، عادشي راه الوجه كيبقى ليس، ما كيبقى ولا زغيبات لا حتى شي حاجه. تبرات خويا عجبها الماسك، كينقي صراحه. كنتمنى انه يعجبكم حتى نتوما وتجربوه، اكيد غادي يعجبكم انا متاكده. ما تنساونيش بلي لايك، ومازال غادي نبارطاجي معكم الزيونات بزاف ديال الوصفات، بزاف ديال الماسكات، بزاف ديال شي حويجات اللي زوينين مازال ما حطيتهمش في لاشين، غادي نبارطاجيهم معكم اكيد. نتمنى من الله ان لا فيديو يعجبكم. نتلاقاو في فيديو جديد، كاينه ولا ما كايناش. يلا بوسه ليكم كبيره.